واحتفاء بالشهداء في عيدهم وتخليدا لذكراهم، انطلقت في اللاذقية فعاليات أحبائي بالتعاون بين جمعية راية الشهيد والاتحاد الوطني لطلبة سوريا ووزارة النقل والمؤسسة السورية للتجارة، وذلك بمشاركة أهلية واسعة. نظم الاتحاد الوطني لطلبة سوريا فرع جامعة تشرين وجمعية راية الشهيد هذه الاحتفالية بمناسبة 6 أيار عيد الشهداء. يشارك في هذه الاحتفالية حوالي 200 طفل أبناء شهداء، وهو أطلاق حوالي 1500 منطاد تعبيرا عن اهتمام القيادة بأبناء الشهداء والاهتمام بالشهيد. هي تحية حب وتقدير معنا أولاد جمعيتنا يلي كلهم لابسين راية الشهيد، هن كلهم أولاد شهداء صلوا معنا بحدود 6 سنين من خيم يعني منعمل مخيم ومنعمل نشاطات سوا، وهذا النشاط هو تحية حب لأهاليهم لأبهاتهم يلي ضحوا كرمالنا وبهدف أنه يحسوا بالسعادة. اليوم كل الفعاليات على مستوى الخضر عم تتشارك لتحية شهداء بعيدهم ولتوصل رسالة أنه نحن مستمرين بالأنشطة الثقافية والفنية رغم كل حرب اللي 7 سنوات، إن شاء الله هي بداية مصر لمرحلة جديدة بفضل سواد جيش العربي السوري. الفعالية تضمنت عروضاً فنية مختلفة وتضمنت أيضاً إطلاق مناطيد هوائية على الكورنيش البحري بمشاركة شعبية واسعة من أهالي محافظة اللاذقية، إضافة لأهالي الشهداء والجرحى والفعاليات المحلية والرسمية. اليوم كرنفال أحبائي، الغرض منه هو رسم البسمة على وجوه أطفال الشهداء اللي لولا أبائهم اليوم ما كنا مجتمعين هون بهذا الحفل الحلو هذا. نحن اليوم عملنا مهرجان أحبائي بهيدا العنوان حصرًا، لأنه مشان نطلع عن المألوف بخصوص الأولاد وأهاليهم. الأولاد أبائهم استشهدوا بس الأولاد بدهم يفرحوا. نحن جبنا الأولاد اليوم وكلاتهم مبسوطين. نحن عم نطور هيدا القصة، عم نقدم شيء ونوجه رسالة إنه الدنيا ماشية والفرح بده يضل، واللي استشهدوا استشهدوا مشان نحن نعيش اليوم. نحن والدي قدمناه شهيد لهذا الوطن فداء ستراب سوريا بكرمال ضل سوريا بخير وأرض سوريا بخير وهالعالم تكون آمنة. الله يرحم البابا، قدم روحه فداء لهالوطن، الله يحمي هالوطن ويرحم جميع الشهداء. بفتخر بإني بنتي من جمعية الشهيد، جمعية بتلم أهالي الشهداء وبترعى أبناء الشهداء. عنوان للفخر ودربا مشرقا لنصرهم بدمائهم تعطر تراب سوريا نصرا وكرامة. شهداؤنا الأبرار، طوبى لكم.